رفعت الأقلام وجفت الصحف بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية، لكن لا يزال التخوف يسيطر على المشهد السياسي، فالكتل الخاسرة في الانتخابات الأخيرة مقارنة بسيطرتها السابقة قد تحدث فوضى هنا وهناك بحسب مختصين. بكل تأكيد العراق يترقب أن يتم الاتفاق بأقرب وقت بين هذه القوى السياسية، لأنه لا سمح الله لو لم يحصل اتفاق أن هذه القوى تحديدا وأن كل منها يمتلك تنظيمات مسلحة فاعلة ومؤثرة على الأرض، فبالتالي سيكون الاستقرار قلق. تحديدا العراق يمر في ظروف اقتصادية صعبة وظروف سياسية ومجتمعية معقدة. الإطار التنسيقي المطالب بإلغاء الانتخابات وغيره من الكتل السياسية الرافضة لنتائجها يرى محللون أنه تم تسوية الخلافات والمكاسب بينهم وبين الكتل الفائزة، مما أدى إلى تمرير قرار المحكمة الاتحادية دون أي جلبة تذكر. المحكمة الاتحادية طالما صادقت على نتائج الانتخابات فإذن الموضوع قانونيا تم حسمه. الخطوة القادمة للكتل السياسية أنه ستعمل على المفاوضة إلى تشكيل الحكومة، كل كتلة سياسية ستعمل على أنه تحصل على نصيبها من هذه الحكومة. أرى أنه ما راح تتواجه يعني عقبات في تشكيل الحكومة، لا ما راح تكون هناك مشاكل على المستوى السياسي. الكتل السياسية استوعبت الدرس وستعمل جاهدة على أنه تحصل على نصيبها في الحكومة القادمة، فإذا المشاكل ستكون مستبعدة في هذا السيناريو. هنا في نينوى الكثير من المشاريع المهمة والمشاكل تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا وإن دور النواب أصبح مختلفا عن ذي قبل مع إلغاء مجالس المحافظات وتوسيع دورهم في إيصال أصوات محافظاتهم. موضوع التغييرات الموجودة بما أن اليوم مجالس المحافظات الحكومات المحلية غير مكتملة وغير موجودة، فاليوم البرلمان وأعضاء البرلمان في المحافظات هم سيلعبون الدور الأبرز في هذا الموضوع. لا شك اليوم إذا صار مثلا رئيس برلمان بغير الإدارة الموجودة في المحافظة سيكون هناك تغيير. المدينة ما تتحمل بعد يعني أي تأخير في كثير من الملفات. لدينا ملف المطار، لدينا ملف الخدمات، لدينا ملف التعويضات، هذه ملفات مهمة جدا بحاجة أن تأتي حكومة محلية قادرة ومتميزة من أجل أن تعجل من حل هذه المشاكل. ويبقى الهدوء سيد الموقف في العراق بعد إقرار المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات البرلمانية، فيما يأمل مراقبون أن لا يكون هذا الهدوء قبل عاصفة هوجاء تقتلع العملية السياسية برمتها وتحيل البلاد إلى فوضى عارمة. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.